كنوز اف ام. كنوز اف ام نسيك الدنيا وما فيها. كنوز بيبل اي صبيحكم بالخير يا وجوه الخير. قالك نجمة كرم الخطاب عليها هلا يمت بزيت وهي مش عارفة اش تخطأ. يا سيدك نبدأ باللول. انا عايز اقول لك اللي لو كل الدنيا والعالم بيحبوا فيكي مش هيجي 1% من حبي واحساسي بيكي. حبيكو هبي حبيكو هبي حبيكو. وهو ثاني نجوى تتزوجيني وده مين تشكوكو. اما هي رفضتهم الكل وهو عليه. حبيبك دلوقتي اصغر منك. اصغر منك ما لقتلي ايا هاني عرفت شكونه. قال لك هاللي ميت فما فيديو هبط النجوى كرم فيه طفل صغير يبكي في حالة. قال لها راني نحبك ونموت عليك ومانيش كي باقي المعجبين راني ناوي نعرس بيك. هي جاوبت وقالت له حتى اني نحبك وان شاء الله نتلقاو على قريب. بتحبيني هدى؟ انا قلبي كان حاسس اللي انت بتحبيني. اذا فانت تنشاشي بشاشة الحب وتحلسي بكل ما كان الفؤاد كما انتسي. توا نمشي لشاكيرا ورجلها. شاكيرا هبطت فيديو فيه رجلها يتفكر في ايامات الصغر يلعب بالكوره ويرمي فيها على الحيط. بعد ما لعب 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 غلط وفي عوض ما يرمي كوره على الحيط الكوره جات على عينها. شاكيرا اول ما جاتها الضربه اتنرفزت وقتلو. كان يوم اخبر يوم اتجوزتك يا حنفي. كان يومك منيل بست النيله. كان يومك قطران. كان يوم كده اهبل وعبيط. وخيتي ما نقولك كان هيك حالي نتعرس برجل اصغر منها. نمشي للممثلة سلمى حايك. سلمى حايك هالليامات برشا عباد يسألوا فيها ايش بيك مع الشغل في افلام هوليود. هي سكتت بعد خرجت جاوبتهم وقالت لهم اني ما عادش باش نمثل في افلام هوليود على خاطر ما عادش لاقيه الاهتمام الكبير وما عادش لاهين بيا. دونك سلمى فهمت روحها وقالت لهم هاني خليتها لكم واسعه وعريضه. سلمى خيتي ما تحطش في بالك وكما قالت ورده هيك نسكي في اليوم وفيت وما تنسيوش ملتقانا غدوة. كنوز بيبل كنوز افام كنوز افام نسيك الدنيا وما فيها.